واتساب بيوتيفول ليديز، نتمنىكم كامكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي، وتلقاكم هاد لا فيديو هادي في احسن الاحوال. موضوع حلقه اليوم هو علاش مؤخرتي ما كتكبرش ليا، واش خاصني نترينيها يوميا باش تكبر، واش خاصني نهز اوزان ثقيله ولا خفيفه باش تعطيني نتيجه ومؤخرتي تكبر، واش لي ريبيتيسيون ديالي خاصهم يكونوا كثار. بزاف ديال لي فام كيترينيو ومده طويله وما كيلاحظوش نتائج على مستوى المؤخره ديالهم، سواء في لاصال سواء في الدار، واخا حنا راه اونتر بارونتيز تترينيوش فقط غير على المؤخره وما تمشيوش لاصال غير على وديت المؤخره، لكن بما اننا نساء فكيهمنا المظهر ديالنا والشكل ديالنا الانثوي، وعلاش لا حبيبه ديالي وانا كنتريني باش نحافظ على صحتي وندير بزاف ديال الحوايج اخرين بالرياضه ما نشوفش مؤخرتي كبيره. اول حاجه، واش الا ترينيت مؤخره ديالي يوميا غادي تكبر، وهذا الشيء غادي يعاونني انه يولي الشكل ديالها ولا الحجم ديالها اكبر. اللي خصك تعرفي هو انه الا ترينيتي العضله ديالك يوميا غادي تهلكيها، وبعد المؤخره راها عضله من العضلات، وكما هو متعارف ان العضله الا تخدمت يوميا كتهلكيها وكتقتليها وكتولي فابل ومعمرها ما غادي تكبر، لان العضله كتكبر في فترات الراحه يعني ريكوفري تايم، لان الحركات الرياضيه بصفه عامه سواء في الدار سواء في لاصال بالنسبه لها هي مدمره. كيفاش مدمره؟ فاش انت كتكوني كتمارسي لي زيكزارسيس اللي تخدموا هذيك المنطقه اللي هي المؤخره ولا عضله المؤخره، راكي كتكوني كتهدمي الالياف العضليه ديالها كتقطعيهم، فخاصك تعطيها الوقت فين عاود تاني تخيطهم ولا تصلحهم ويرجعوا يلموا بعضياتهم. فاش كتكبر العضله ديالك بعد ما كدمري ليها الالياف العضليه ولا كتقطعها كيف ما هو ظاهر عندك هنايا في الصوره، فاش كتجي للدار كتاكلي الكميه الكافيه من البروتينات الكربوهيدرات الدهون الصحيه، كتشربي الكميه الكافيه من الماء، كتنعسي الكميه الكافيه، هي كتبرى وكيعاودوا هذوك الالياف العضليه يتلحموا، الشيء اللي كيخلي الفوليوم ديالها يتزاد، وحتى هي كدير ريكوفري ديالها وكتبرى. ولكن الا شديتيها بقيتي كتخدميها يوميا راه بحال كتعطيها في العصا يوميا، يعني ما عمرها ما غادي تكبر. ثاني حاجه اللي هي الماء، بزاف ديال لي فام ما عارفينش ان 70% من عضلاتنا هي عباره عن ماء، فكيفاش بغيتي ديك العضلات تبان مضخمه وتكبر وانت ما كتشربيش لا كونتيتي الكافيه ديال الماء اللي خاصك في النهار؟ الا ما كنتيش كتشربي الكميه الكافيه من الماء في النهار بقاو العضلات ديالك لاويين، راه بحال شي برتقاله فيها الماء وبرتقاله ما فيهاش الماء، اللي ما فيهاش الماء لاويه واللي فيها الماء كتبان عامره وعاطيه، داكشي على الشرب الماء الكافي باش يعجبوك عضلاتك ويعجبك راسك. حاجه واللي بزاف الناس ما كيعطيوهاش اهميه اللي هي كتلعب لك على النتائج بشكل ملحوظ، اللي هي النعاس. الشيء اللي ما كنتيش كتعطي العضلات ديالك ولا الجسم ديالك بصفه عامه فتره الراحه اللي محتاجها، راه ما عمرك غادي تشوفي النتائج الرهيبه اللي بغيتي. فاحسن فترات النوم ولا احسن ريكوفري تايم بالنسبه للماسوس ديالك هو من 11 ديال الليل حتى 4 ديال الصباح. رابع حاجه وكتسنيني نقول لك، خاصك تدخلي الكميه الكافيه من البروتينات. كلشي عارف ان العضلات لازمهم بروتينات باش يكبروا، يعني خاصك تكوني كتدخلي كميه كافيه من البروتينات باش يكبروا لك العضلات، لكن اللي ما عارفينش بزاف ديال لي فام هو انه خاصك تدخلي الكميه الكافيه من الكربوهيدرات باش تشوفي نتائج على مستوى العضلات. كيفاش هاجر؟ قلنا بلي 70% من العضلات عباره عن ماء، وخاصك تعرفي انه كل 1 غرام ديال الكربوهيدرات كيشد لك في الجسم ديالك 3 غرام ديال الماء. يعني شنو هنايا فهمتي؟ ان الكربوهيدرات كيعاونوا انهم يشدوا الماء في العضله ولا في البادي بصفه عامه خصوصا العضله. خليك مركزه معايا في نقطه انهم تيعاونوا الكربوهيدرات كيعاونوا ان الماء يتشد في العضله. خدي غير هذه الجمله هذه حيت الا جينا نفصلوها علميا راه ماشي بحال هكا، ولكن خديها بشكل سطحي هكا. ما بغيتش ندخل في ما هو علمي، مي نورمالمون خاصني نقول 1 غرام ديال الجلايكوجين كيشد 3 غرام ديال الماء. اوكي، وحتى الكربوهيدرات راه انواع، كاين سيمبل كاربس كومبليكيتد كاربس، وكل واحد اللي جيتي تدقي فيه راه مختلف على الاخر، وكاين نوع اخر ديال الكربوهيدرات ولا ثالث نوع اللي هو اللي كنكثر من المتدربات ديالي منه، كيضم حشائش الارض الخضر الفواكه وكذلك البقوليات. صار الا ما دخلتيش الكميه الكافيه من الكربوهيدرات العضلات ديالك غيبقاو لاويين. العيالات اللي كتمشيو كتبعوا برامج غذائيه ناشفه من الكربوهيدرات حيت الكربوهيدرات هما سبب دول الكربوهيدرات، لا عباد الله، راه الكربوهيدرات راه انواع، واحسن كربوهيدرات هما اللي في الشوفه اللي في البطاطا اللي في الروز اللي في القمح، الا ما كانش عندك حساسيه ديال الجلوتين، واخا القمح مؤخرا ولينا كنوصوا بزاف ديال الناس يبعدوا عليه لانه ولا معدل وراثيا، مهم درا الشعير عطى الله. اوكي، فما تبعديش على الكربوهيدرات بزاف لانهم راه عندهم دور كبير في بناء العضلات، هذا بالاضافه لانه الا ما خديتيش الكميه الكافيه من الكربوهيدرات ما غاديش تكون عندك الطاقه الكافيه باش تمارسي تمارينك على اكمل وجه. ثاني، اللي ما كنتيش كتاكلي الكميه الكافيه من الكربوهيدرات كيوليو عندك ترهلات، لان داك الماء اللي كيكون ما بين العضله والجلد ما كيقدرش يكابتيه الجسم، ملي مشيتي بحثتي تلقاي انك كدوزي بزاف على راسك وطولتي بزاف على راسك باش توصلي للنتيجه بسبب داك النقص ولا داك الانعدام ولا داك
ياك الدبانه ياك اللي متبع نظام غذائي فيه بروتين عالي والكربوهيدرات خصنا مكبره باش نلقاوهم، راه الجسم ديالك كياخذ داكشي اللي خصو بلي بروتين والباقي كيحولوا لك السكر، كيطرا كيتستوكاو على شكل دهون، داكشي علاش ما كتحيدش لك الكريشه، لان مخازن الجلايكوجين كيكونوا عامرين، فهمتي؟ الجسم ديالك خدا داكشي اللي خصو ديال الجلايكوجين فالباقي كيتستوكا دهون، وكتبقي كتقولي وانا متبع برنامج غذائي البروتينات طالعين والكربوهيدرات ما كاينينش وهاد الكرش مبغاش تحيد، كيكذبوا علينا. ولكن الا جيتي تشوفي المتدربات ديالي برنامج غذائي ديالهم بحال هكا كياكلوا اللي بغاو كيوصلوا للهدف ديالهم، لانه كلشي كالكولي. راه شوفي اللي خصك تخلي لعقلك راه كلشي على الغراماج. حتى واحد الحاجه خصك تردي ليها البال، ان البرنامج الغذائي ديالك الا كان عالي في البروتينات ودوك البروتينات انتي زايدين بزاف بزاف على الاحتياجات ديالك، راه غتقهري الكلاوي ديالك، لانه كتدخلي لهم كميه كبيره من البروتينات اللي الجسم ديالك ما كيقدرش يجيريها. اوكي، فراه خصكم تعرفوا عواقب دوك البرامج اللي كتشوفوا كتقلهم لي غروب ولا اللي كديري من داك الزاد المعرفي ديالك. كله الله يسهل عليكم. انا بالنسبه ليا اختي ما نصاوب حتى شي برنامج، نوض ناكل الفطور ديالي عادي، زبيته بلديه وخبيز كويس ديال الاتاي، نقدر ندير زويتنات خيار تشيشيحه، نصل لواحد عاوتاني مع 12 ناكل شي شويه ديال المكسرات كويس ديال القهوه الشوكولاط كحل، جي وقيته الغداء ناكل لي واحد طويجين افيك شليده نجي الكوتين، نقدر ندير لي حريشه ديال الشعير مع كويس ديال القهوه اللي تشهيتي، يجي العشيوه عاوتاني عشيوه صحيه، حوت مشوي في الفران ولا صدر ديال الدجاج ولا كاع مالك الدجاج مدغمر حيدي البابا الجلده ونصبيه بالزيت العود والحامض المصير والزيتون تسلاله مالكي، حسن ليا ما نمشي انا نبقى نصاوب برامج فيهم التعربيز، نقول من هنا ونقول من هنا، نخربقوا الطونسيون كتخربقوا السكر لا اللهم نقاد ما كلتي بداكشي اللي قسم الله، ما ديرش في الاخرين شنو كيقولوا غادي تلقاي نتيجه. خامس حاجه نهز بوا خفيف ولا بوا ثقيل، خاصك تعرفي هو انه احسن حاجه هو البوا الخفيف. علاش؟ لانه شوفي احسن حاجه ماشي زعما البوا الخفيف هو باش خصك تخدمي، علاش؟ لانه كنبدلوا البوا فاش العضله كتعود لينا على هذاك البوا اللي كنهزو صافي. اما انا نبقى كل نهار كنتشالنجي راسي كنهز بوا ثقيل بوا ثقيل ما غتلاحظي حتى شي نتيجه. هادشي علاش كنشوف بزاف ديال لي فام ضاربين مع اوزان في لاصال، وحق الله العظيم الا ثقيله بزاف ماقدريش تكونسونطراي وانتي هازه هذاك الطن باش تريني المؤخره ديالك، راه ما جاتش بالبوا البنات، شوفوا راه جات بالجوده اثناء الاداء. اكتيف المايند ماسل كونيكشن وتمارسي تي يو تي. كيسكو سا فو دير المايند ماسل كونيكشن وكيسكو سا فو دير تي يو تي؟ ماسل كونيكشن هي انني انا كنتريني مؤخرتي كنفكر فيها صافي، نهبط مثلا كندير الار دي او كنفكر في ديك العضله. علاش بعض المرات كيطلعوا لكم دي غيل ديال برازيليات لي طاي ديالهم خطيرين، وحتى قوريات بيان سور كتلقايها بعض المرات مغمضة عينيها كتريني ومغمضة عينيها، والكونسونطراسيون كاينه اللي كتحيد الكيس بما انا منهم كنحيد الكاس، كتبغي تكونسونطراي. علاش؟ لان هذيك هي الخدمه، راه ما جاتش بالبوا، يعني ما خاصكش تهزي بوا ثقيل باش تخدمي، خاصك الجوده اثناء الاداء. و تي يو تي هي تايم اندر تنشن، مثلا كنهبط بلا باغ كنهبط بشويه 1 2 3 3 سكندز كطلعي عاوتاني زيري، خاصك تهزي اوزان خفيفه وتخدمي دي ريبيتيسيون. نقولي لي فيس دائما من 12 حتى 15 اتس بيرفكت، بلا ما توصلي ل 20 بلا ما توصلي، حيت اصلا 12 خاصك تكوني كتموتي غتكمليها باش توصلي ل 15 غير بزز. اوكي، وما خاصك تحطي ديك لاباغ حتى تكوني صافي صافي. وحتى كذلك مثلا اللي كنتي كتريني في الدار، راه كندير دي ورك اوت في الدار انا غير بالبيدو والقاعه الماء ملي كنكون مسافره، ما يمكنش نهز الدامبلز نديهم معايا والبارا ما يمكنلياش، كندير غير بالقراعه الماء وبيدو كنبغي نموت. كنقول كيفاش هادوك النساء اللي كتقول لك في لاصال وانا ما تنحش مؤخرتي في لاصال وما كبرتش ليا في لاصال وما كيسمحوش فيا ديك غباتور وباس، احنا انا يا قرعيت الماء كنتريني منين كانت عندي 14 عام ودابا هلكوني، فهمتي؟ خاصك تعرفي انه الكونسونطراسيون راه هي اهم حاجه. انا صيفطت تصاور ياك ولكن قبل بغيت نقول جوج كلمات، واحد لا اله الا هو هجر وربي شهاد على كل كلمه كنقولها، الا عمرني في حياتي ولو في الاحلام كنتنا ولو في الاحلام كنت كنتوقع لان غتوصل مؤخرتي لهذاك النيفو، لانه شوفي راه كانت مؤخرتي في واحد الحاله يرثى لها. شوف انا عندي تصويره ديال اول مره قبل ما نبدا معاك اصلا عندي، عرفتي كنشوف الفرق كنقول ما يمكنش راه ما يمكنش، كنلبس دابا سروال جين كنبان، كنلبس سروال شورفات كنبان، سروال بيجاما كنبان، وي لا صاحبتي كنبان، عرفتي ما عمرني ما كنت كنتخيل انا نوصل لهذاك الحد، خصوصا فهمتي راك تعرفيني هاجر كنت متبعه مع واحد اخرين ولا نفسي انا متقطع الوين وكنت كنضعف كنبغي نحيد الكرش كندير فهمتي كنقص الماكله ولا ما عرفتش نقص الماكله اكل شي كنقص شويه وظهري كنقص شويه ولكن راه كنتمص عرفتي كنقول بحال السفود فهمتي. فشكرا جزيلا والله، شكرا 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 حبيبتي اللي خدتك عليا، وشكرا على الصبر ديالك معايا، هذا هو اهم حاجه، شكرا على الصبر ديالك معايا والله، انا عارف كان شويه متعبه مرحبا ديالي انا بفضل الله وبفضلك وبفضل مجهودك معايا وصبرك ونوح كلشي ديالك انا يا فمسون تخي بيان، يعني كنحس بخيطاتي قاصحين كنحس بليمون ليكوي حين فهمتي، يعني ما بقاش هذاك بحال العجينه شوف كيفاش ديالها، يعني دابا ملي كتغسل الخد ديالي راه لين فهمتي راه لين، ولكن ماشي ديك الليونه ديال فهمتي مهله نو كاين نقص صحيه شكون راه فخر كاين نقص صحيه كاين فهمتي لين لي دو او ميم طون، والمؤخره ما قاصحاش ولكن لينه ولكن فهمتي حلوه
حلو بزاف. وتسي شوفي هذا الريل هذا دويت فيه على اهميه الكربوهيدرات، وهذا الريل هذا حتى هو في انستغرام دويت فيه على الاسباب ولا الحوايج اللي كيخليو العضله ديالك معمرها تكبر. بغيتي تقدي لا تايم كوتش هاجر بوما، نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه. ما تنسيش صحتك هي راس مالك، استودعكم الله والذي لا تضيع ودائعه.